بس شو ما بيعمل؟ لأنه بيخاف. ليش؟ لأن هذا بينتقل عن طريق التنقل. ليش؟ الطفل أو الشخص المصاب أو العينة اللي فيها كورونا بكتيريا بتفتري تخرج الطاية. أي شخص موجود في هذا المكان بيصاب فيه عن طريق التنقل. ليش؟ استنشاق. تمام؟ فإحنا ما بندخل في هذا التست. وين بوديها؟ بوديها على المختبر المركزي اللي هو جنب البنك المركزي اللي هو وسط البلد. مش في بنك المركزي في وسط البلد عند الجسر، في جنبه في مختبرات مركزية بس. هذا مهمته انه يعمل فاولر تيست. شو معنى فاولر تيست؟ انا بقول له ان هاي العينة فيها كورونا بكتيريا، هو بيعمل بايكن تيست وفحوصات خلطة عشان يتعرف هاي هو كورونا بكتيريا في الجسر ولا لا. المهم انهم الصلاحية او الأولوية اللي هو يعمل تبع وزارة الصحة إذا اكتشفوا إنه هو عبارة عن الكتفين اللي بيعمل مو المصدر مو الناشر هذا قصص يعني بيعمل تحقيق قصة كبيرة قصة اللي هو رقم واحد في الدول يعني منطقة الصحة. تمام؟ وذكروا المكان هنا عن طريق الانتقال ينتقل عن طريق الدروبتس سبريس باي دروبتس. الشخص هذا الطفل مصاب بعطس أي طفل قدامه أو أي شخص قدامه الكاريرز ار سيمتوماتيك ما في اعراض اللي هو الحامل هاي البكتيريا يا سيمتوماتيك. السبب حتقول لي ليش هو سيمتوماتيك؟ لانه عنده الاي جي جي بحد من نشاط هاي البكتيريا اللي بده يخفض الدفاعات رقم ثلاثه بجسمنا بحد من نشاط هاي البكتيريا، لكنه ممكن ينتقل لعدد اخر. اوكي، الصفات اللي موجوده في البكتيريا اللي هو عباره عن فتره يعني وجود غياب الأكسجين بس يحبذ النمو في وجود الأكسجين عشان بسميها فترة إيروبس مش أنيروبس إيروبس. إيروبس يعني يحبذ النمو يعني وجود غياب في وجود وغياب أكسجين لكنه the best إنه في وجود أكسجين. هو normal type ما فيها فلجنة non-spore forming زي ما قلتلكم non-spore forming بيومورف يعني الأشكال. لما شوف الجرام السنين بيعمل تشاينيز لترز يعني هم عبارة عن بس داخلين بعض بيعمل حروف صيني دغري. لما شوف تشاينيز كاركترز هو كله بكتيريا بكتيريا ولازم يكون جرام بوزيتيف بصيغة. تمام؟ الآن في عندنا 3 سترانز للكورونا بكتيريا اللي بتفتح خطوات جدا طبعا 3 بايو بايرس أو 3 بايو سترانز أو سوم تايبس بسميها كورين بكتيريوم ديفتري جريفيس، كورين بكتيريوم ديفتري مايتس، وكورين بكتيريوم ديفتري انترميتس. ثلاث سترانز وكلهم خطرات، كلهم يؤدي الى مرض اسمه ديفتري. تمام؟ ايش اللي بيعمل زي ما تقول بيعمل انفلاميشن اند نكروسيد ذا ثروت فارينكس اند لارينكس. بيعمل التهابات وتقيحات بصنع لي هاي المادة اسمها بسوم المادة زي الغلاف يسكر مجرى التنفس. هاي المادة تقدر تقدر تاكل ولا تبلع ولا تقدر تتنفس عند الطفل خاصة بعد الوفاة اختلاف بوفاة. سبب التوكسيسيتي أو سبب إنه هذا باثوجينيك بنفرز مادة اسمها الديفتيريا توكسين. هاي المادة وهذه إز ريليزد فبصير هاي فيتيلتي بعد الوفاة من الشخص. ولكن عندنا في الفحص في المختبر السيرولوجي لاب تديتكت يعني ديتكشن لوجود الديفتيريا توكسين هل هو موجود ولا مش بس زراعه كمان نعمل ديتكشن لهذا الديفتيريا توكسين موجود ولا في جسم الشخص. قلت لكم احنا كنا الاطفال او اي طفل يولد في الشهر الثاني والرابع والسادس لازم ياخذ مطعوم الثلاثي اللي هو دي بي تي او دي تي بي سي. دي للديفتيريا، تي للتيتانس وحنتكلم عليه بعد شوي اسمه التيتاناي، والبي هو البيرتوسس اللي هو عباره عن بكتيريا بورديتيلا بيرتوسس اللي بيعمل السعال الديكي هذا بصير الكح بينزل الدم بالسرعه. كان الدم سهل هذول خطرات الامراض اللي بيسووا كثير بس انا بركز على الدي والديفتيريا. وجزء معناها انه كل بكتيريا بتفتري له مطعم له فاكسين هذه النقطة لازم تتذكرها. طيب نيجي للمختبر
يجيك مريض عنده دفتيريا، دغري بتطلب انت تكتب كطبيب انه هذا المريض احتمال في مرض دفتيريا في المراده، اعمل اجراءات دفتيريا. فالمخطب شو بيعمل؟ ما بيروح بزرعها في الميديا العاديه العينه هذه، وما بيفتحها في المختبر، بيفتحها في شيء اسمه سيفتي كفر، يعني غرفه معقمه مسكره بس بداخل ايدي جوا هاي الغرفه، وبتعامل مع العينه هذه ما بيطلعش لبرا. هاي الغرفه عم بسميها سيفتي كفر، حماية للشخص اللي بتعامل مع هاي العينة، حتى ما يطير وما يصير كل الناس موجودة في المكتب، وأي شخص موجود في المكتب. اثنين، بنزرعها في ميديا سيلكت ميديا اللي هي خصيصة لكل بكتيريا الدفتر. اللي هي بلوتريت ميديا اندوفر سيرم سيرم، هذول الاثنين. هذول خصيصة لكل بكتيريا الدفتر. أنا ما بستخدم هذول الاثنين ميديا إلا إذا أنت كطبيب كتبت لي إنه هذا المريض اللي عندي احتمال موجود في كل الأعراض اللي عندي دفتر. فدغري ما بزرع بلوت اجار وشوكليت والمكروم اللي هو العادي، دغري بزرعها بلوت الميديا والفرسيرم سيرم، هذول الاثنين ميديا خصيصه لكل بكتيريا بتفتح. اذا موجود بيطلع. تمام؟ بتقول كمان احنا بنعمل فحص ثاني عشان تديتكت التوكسين، هذا الدكتور التوكسين اسمه تيست اسمه اليك تيست. اليك تيست بنعمل ديتكشن للتوكسين برودكشن. هو عباره عن جيل ريسبتيشن تيست. كده بنتكلم عن انواع التست، ممكن اجريجيشن تست وبريسبتيشن تست. شو معنى بريسبتيشن تست؟ انه التوكسين هذا موجود وموجود الانتي بودي تبع الشركه يعني اياها الكيت، بيرتبوا من بعض، اذا مسكوا بعض بيعمل لي خط. ابدا خط لاين على الجلد. وجود اللاين معناه انه التوكسين موجود. ما فيش لاين ما في توكسين. هذا الفحص اللي هو خصيصة البروبيدكتين بسميها إليك تيست. البروسيس عبارة عن جيل بريسبتيشن تيست. إيش الغرض من إليك تيست؟ تو ديتكت التوكسين برودكشن، هل في توكسين ولا لا؟ كم كمية؟ كل ما كان خط كبير معناها توكسين عليه كمية. فيها خطورة كبيرة على الشخص خاصة الأطفال. العلاج زي ما قلت لكم أنا وظيفتي أني أوقف هذا التوكسين فبعطيه أنتي توكسين برودكشن. انتي توكسين انتي توكسين في الاول وبعدين اعطي انتي بايوتكس. هتقولي طيب انا اوكي انا كطبيب شكيت عندي دفتير بقعد استنى لما يزرع ويطلع وبعدين يقول لي ولا عندي كل بكتيريا. كل الاحوال لازم يزرع. ليش لازم يزرع؟ لان بعد ما يخلص الزراعه وتاكد انه عباره عن كل احتمال يكون هو سبب المرض والدفتيريا هذه بنجرب عليها انتي بايوتكس. شوف انا ما حددت نوع اللي بدي استخدم ضده لانه هذا فيه هاي ريزيستنت كثير ريزيستنت كثير انتي بايوتكس بجرب عليه خمسه او سته انتي بايوتكس فبيطلع لي اثنين او ثلاثه سنسيتيف وبتستخدم واحد منهم كطبيب بيطلع منهم ريزيستنت وفي منهم سنسيتيف انت بتختار من السنسيتيف ما بتختار من الريزيستنت سنسيتيف يعني انتي بايوتكس اللي بيقضي على هذا البكتيريا عشان احنا بنعمل زراعه بدون زراعه ما بقدر اعرف مين الانتي بايوتك اللي بيقضي على هاي البكتيريا واضح؟ فإذا أول شيء أنتي توكسيك وبعدين بضيف بعطي أنتي بايوتكس عشان أقضي على هاي البكتيريا. مين اللي بحدد لي أنتي بايوتكس المناسب لقضي على هاي البكتيريا اللي هو البكتيريا الدفتري؟ هو واحد من السترينز دول اللي هو الثلاثة اللي ذكرتهم اللي هو البوبس مايكس وانترميدياس هو جماعة المختبر مايكروبيولوجي فبجرب مجموعة أنتي بايوتكس بحدد لي مين السنسيتيف ومين الريزيستنت باخذ مين السنسيتيف ما باخذ مين الريزيستنت هذا اول واحد، ثاني واحد اللي هو جراموس بس ناينوس فورفورما اسمه ستيلوسايتوجينس. هذا موجود يعني اكثر شيء مشكلته هذا بيطلع على الاشجار فوق الايس مثلين في الثلاجه. اي شيء بتخزنه في الثلاجه خاصه الاجبان والغلبان بيصابوا يعني بيصير انفكشن او كونتامينيت باي ستيلوسايتوجينس هذا بيطلع على 4 ديجري سنتيجريد. عشان احنا في المختبر اذا قال لي انه هذا المريض احتمال عنده ليستيريا عنده هاي البكتيريا اللي بتسبب عده امراض بيعمل ست سنين يعني بروح للدم بيعمل مينينجايتس التهاب الصحايا وابورشن ابورشن خاصه عند الحيوانات اشهار بينزل البيبي الان اذا طلع جرام بوزيتيف بس اللاين موجود في الدم ونون سبور فورما احتمال كبير انه يعني يكون هو الاستيرونوسايتوجينز احنا في المختبر ما بنحط على درجه حراره 37 هي العينه بنحط على درجه
شو بنعمل احنا؟ جسم الانسان 37 وهذا 4 مش علاقه، الجسم ما فيش جسم انسان على 4 ديجري بيطلع بيستوي. احنا بنحطه على 4 ديجري سنتيجريد عشان يسرع نموه. لما تحطه على 4 ديجري سنتيجريد بيطلع خلال 18 ساعه 24 ساعه، لكن لما تحطه على 37 بدك الجسم تقعد 48 ساعه او فتره اطول. انا ما بدي اقعد فتره اطول، كل ما لقيت ظروف معينه يعني ظروف قصيره وتسمح بنمو المبدأ في فتره قصيره يكون احسن. فهذا بحط على فرق ليس كبير. لدينا احنا في المختبر ثلاث حاضنات، الثلاجة للبكتيريا زي هاي، وعندنا حاضنة على درجة 35 إلى 37، وفي عندنا حاضنة على درجة 42 للبكتيريا. بعرفش شو عم بيعمل الدكتور كمبيروباتا بطلع 42، يعني بتنمو أسرع على 42، هي بتنمو على 37 لكن بطيء، لكن إذا حطيت على 42 خلال 18 ساعة بيطلع. إذا موجود طبعا في عندي مرة. فهاي احنا بنزرعها لدرجة حرارة 40 سنتيجريد. طيب هذا بيختلف كيف بتميزه عن الكور البكتيريا من أول واحدة؟ هذيك تشاينيز لبس، هذا مش تشاينيز لبس. اثنين عبارة عن جرامز بس اللايك، اثنين بليومورف يعني زي بعض. بس هذاك بيعمل تشاينيز لبس، هذا ما بيعمل تشاينيز لبس. هذاك نون موتايل، هذا موتايل بيتحرك. فيها في الجلد بتحرك، هذا ما بتحرك اللي هو البرمكتين. ولاحظوا هون حركته على درجة 34 بيكون فيبري موتايل، يعني حركة بطيئة. لما يصير على درجة، إذا حطيته على درجة 25 بيعمل أكتيف تامي موتيليتي، بيصير يعمل إيه؟ حركة سريعة. على 37 بيكون حركة بطيئة، حطيته على درجة 25 بيصير حركة سريعة. معناها في كل الأحوال في الحالتين يتسمو طايم البكتيريا. ليش لك فيها في الجلد؟ هذا الفرق بينه وبين كور البكتيريا الأول واحد. فأنا مثلا يطلع عندي جرام بوزيتيف بس طايم نورس فور فورما، نورس فور فورما واحد من الاثنين، يا ليستيريا يا كور البكتيريا. كيف أميزهم؟ بعمل موتيليتي تيست. إذا موتايم بتحرك فهو ليستيريا موسايتوجينس، إذا نورمال تايم فهي كور البكتيريا. والموضح لك أكثر شيء هو كور البكتيريا الكتري، لما تعمل جرام ستين تشوف تشاينيز لترس، حفاجيك من الصورة بشكل حروف صينية. هذا موجود أسيمتوماتيك ميوكاريز في الأمعاء الفاجينا، خاصة في الكمون الأنيمالز اللي تشبه الحيوانات الخاصة. المرض اللي بيسمى ليستيريوسيس، أوكي، هو انفيسيف، انفيسيف يعني بيتنقل من مكان إلى آخر. السبب لأنه موتايل يعني فلاجيليت، بيقدر يتحرك. قدرته على الحركة بوجود فلاجيليت يعني بينتقل من مكان إلى آخر. بيروح للدم بيسبب مرض سيبتسيميا، مننجايتس، بيعمل أبورشن. الكور البكتيريا بيفتري بيصير الأبر ريسبيرتوري تراكت فقط. هذا بيروح للدم وبيروح بيحول للدماغ بيعمل مننجايتس وبيعمل أبورشن. بناء على المرض انت بتحدد نوع العلم. نفترض انه هذا المريض عنده سيبتسيميا، في هاي الحاله انت كطبيب حتطلب انه هاي الجدل موجوده في الدم، معناها لازم اعمل له بلود كابتشر. اذا المريض عنده مننجايتس التهاب السحايا عند الدماغ، تاخذ العينه اسمها سي اس اف. سي اس اف معناها سيريبرو سباينال فلويد، اعمل له سي اس اف كابتشر. طبعاً هنا المشكلة في CSF مش أي طبيب يسحبها. بعض الأطفال بيخاف خاصة كان طفل كبير في العمر. إذا بيبي ما عنده مشكلة لأنه الفقرات بتكون لينة بس ما تشكل. لكن لما يكون شخص أدلت أو طفل الفقرات تشكلت، فلما يسحب يسحبها من الفقرة بين الرابعة والخامسة، يدخل إبرة ويسحبها. أي غلطة بضرب العصب يعمل له باراليسيس شلل. فبعض الأطباء ما بيردوش يسحب السي اس اف، فبيكون في طبيب واحد أو اثنين شاطرين متخصصين بيجوا هم بيسحبوا هاي العينة. البيبي ما عندي مشكلة عنده لأنه الفقرات لسه ما تشكلتش يعني بلد بس، هو بيسحب السي اس اف بسهولة. هتقولي لنا البيبي ليش بسحب السي اس اف؟ لأنه احنا عادة البيبي بنخاف يكون مصاب بالإنفلونزا فيروس، مصاب ببعض الفيروسات اللي بتعمل مينجايتس، فبنكتشفه من أولها. طب ناخذ سياسه
الأطفال المشغلة في المستشفى كانت تجينا عينات تأكيد قبل عينة النساء ولدوا حديثا يعني. أي مرة بتولد بيسحب النساء سحب البيبي ليش؟ عشان يتأكدوا ما عندوش أي بكتيريا بسبب هذا اللي بتأدي الإصابة بالمنجر بصير واحدة منهم اللي يستلم المسافة الشخص. بالإضافة اللي هي هيموفيلس إنفلونزا في عندنا اللي هو وصلت كوبس النمونيا اللي ذكرناها سابقا وفي عندنا اللي هو ناسينا من الجدايس هذول كلهم من خمس أنواع صح أنواع تدور عليهم في العينة بالـ CSF إذا واحدة منهم موجودة منها مسببة للمنينجايتس فبسرعة نعطي أنتي بايوتيك قبل ما يصير لأنه البيبي ما عنده مناعة تمام؟ بالنسبة لأوريدي دايجنوزز بنسحب الـ CSF إذا كان الشخص اللي عنده منينجايتس ونعملها دايركت سكين دايركت سكين يعني أنا أقرأ مستر مباشرة وبيطلع بيقرأ مستر بس بلايت نوز فور فورمات تست الآخر بعمل العينة هاي بعمل فيها تلتي تيست نحط نقطة منها نحط عليها كفر سليب على الشريحة وبشوف على 40 اكس بشوف إذا كان فيها بكتيريا بتتحرك ولا لا إذا متحركة معناها نستلم سيرفيشنز أوكي بشوف الموتيلتي الغالبية كمان داعي سليب ما عشان نشوف الموتيلتي إذا تحرك ولا لا شايفين هون مثلا بكتيريا بتيجي بشكل تشيني حروف سينية تجمعهم على شكل حروف سينية جرام بس بسلايس فورمات الفرق بين هذا وهذا انه هذا جرام بس بسلايس هذا جرام بس بسلايس بس هذا نون سبور فورمات هذا سبور فورمات كيف بعرف انه فيها سبورز الفراغ اللي جوا هذه الابواب شايفين هذا الفراغ من هون هاي مكان الابواب سبور فورمات هاي الكلام مش موجود هون هنا ما في فراغ فنون سبور فورمات هذا فرق بين سبور ونون سبور فورمات واثنين عباره عن جرام بس بسلايس أي سؤال؟ إذا التركيز على الجرابوس بس أنا نصفه فهم اثنين والبكتيريا بتفتري وحركز على الستريمو سايتوشنز، أوكي؟ هذول ما عبارة عن نصفه فهم جرام بوزيتيف. الآن أبدأ أتكلم عن مين اللي صنع الأبواب؟ عندنا اثنين السيتلس وكروستيديا، هذول الاثنين هم الوحيدين عبارة عن جرابوس بسبور فهم، ما فيش غيرهم. أوكي؟ البكتيريا هو عبارة عن سبور فورم البكتيريا عبارة عن جرام بوزيتيف بس اللايف فيها أبواب هي سبورز طبعا سبورز قد تكون سنترال يعني في النص سب تيرمينال قبل الأخير وتيرمينال في النهاية الأبواب قد تكون مكانها لوكيشن في المنتصف قبل النهاية وفي النهاية سنترال سب تيرمينال وتيرمينال طبعا يا جماعة الأبواب هاي موجودة في الطبيعة از فري تعيش لملايين السنين تستنى ان الانسان او الحيوان يتناولها يدخل لجسم الانسان او الحيوان مجرد يدخل جسم الانسان او الحيوان درجه 37 بيعمل جيرمينيشن بشكل خليه بكتيريا وبيفرز التوكسين تبعه بسبب الغلط انا اشتغلت على مياه الساخنه تبع الحمامات معي والله فوق 120 بكتيريا كلهم عباره عن سبور فورم بس اشكال وانواع مختلفين عن بعض. بس دائما النوبه تجي. ومدام النوبه تجي ايش بدي فيهم؟ اهميتهم انه انا بستخدم الغرض الصناعي يعني ميديكال كومبانيز اللي بيستخدموا هاي لان فيها مركبات انزيمات قويه جدا تستخدم لاغراض صناعيه بمعنى اخر طبيه صناعه. عرفت كيف؟ وبنستخلص منها الادويه. او بنصنع منها مركبات عشان نصنع منها كيتس. تتحمل لأن عايشة في ظروف بيئية هارش انفايرمنت يعني بيئة غير طبيعية حمامات معينة المية السخنة هاي درجة حرارة 62 65 درجة عرفت كيف؟ ايش بسمي ثيرموفيلك؟ ثيرموفيلك معناتها تنوع النشرة فوق 43 تتحمل الحرارة العالية اوكي؟ طبعا حتقول لي كيف هذا عايش هناك؟ اللي عايش هناك هو الأبواق الأبواق ما بتأثر بالمي تخيل الابواق هاي ما بدنا ندمرها الى درجه حراره 121 121 دبي سنتيجريد فور 15 مينتس لمده 15 دقيقه اذا تركته 5 دقائق او 10 دقائق ما راح يتكسر حطيت عليها توكسينز مواد سامه اي بدك اياه ما راح ياثر فيه ولا الدراينس بتاثر فيه هو جفاف ولا البروده بتاثر فيه هو بيستنى يعني زي بذره ميته تستنى لغايه ما الانسان يتناولها او الحيوان يتناولها بشكل خليه
عشان في جزيرة في اسكتلندا لغاية المغلقة. ليش؟ لأن إخواننا البريطانيين أيام الحرب العالمية الأولى والثانية صنعوا أبواب بكميات كبيرة ورموا على هاي الجزيرة، حطوا فيها حيوانات عشان يجربوا يشوفوا التأثير. كل الحيوانات ماتت. ولغاية الآن هاي الجزيرة مسكرة. ليش؟ لأن فيها أبواب، يعني بينطقوا فيها ومش منحين. كمية الأبواب اللي فيها كمية كبيرة. بعض الرعاة لما يكون مثلا بياخذ غنمه بيلاقي مثلا عشرة في مكان منطقة معينة بوكلوا منه الحيوانات اللي عنده، ثاني بيلاقي كلهم ميتين. بتيجي وزارة الصحة وزارة الزراعة بياخذوا عينات المنطقة اللي عندنا الحيوانات بيلاقوا فيها أبواب. معناها المنطقة بيسكروها وبيمنعوا الحيوانات من تاكل منها. عرفت؟ هي خطورة هي الأبواب. طيب هي موجودة في الصويل في الداست ووتر ديب بون فيجيتيشن. في كل هاي المنطقة في عبارة بتكلم عن الأبواب الصوت. اللي بيصير عندنا إحنا هون إحنا لما كيف بنتقل من الإنسان بعد مجرد الطبيعة إنه هو إذا الشخص مصاب بأي بكتيريا فيها أبواب إحنا بنعطيه إذا كان هذا بتفرز توكسينز بنعطيه أنتي توكسيك أول شيء وبعدين نعطيه أنتي بايوتيك. أنتي بايوتيك بيدمر البكتيريا بس ما بيدمر الأبواب. فالأبواب تنزل من جسم الإنسان عن طريق البراز وبيرجع للطبيعة للبيئة من أول جديد. الأبواب I cannot destroy it لغاية الآن، ما في طريقة تدميرها إلا طريقتين فعليين، استخدام الأوتوكليف على شهر 121 15 minutes أو تحطها في الأوفن اللي هو dry heat على شهر 180 190 لمدة ساعتين. That's the only way. إحنا عادة لما بنغلي المي أو بنحط الأكل ونسخنه أقصى شيء بيوصل له شهر 100 وما راح يوصل 180 90 60 درجة حرارة ماكسيموم يوصل ل 100 ما بقدر يوصل 120. كيف بدك توصل ل 120؟ نحن بنستخدم زي طنجرة الضغط الأوتوكليف زي طنجرة الضغط بتطلع الهواء البارد بتخلي الهواء السخن جوا بسكر عليه فبصير ضغط فبزيد حرارته من 100 إلى 120 21 درجة بزيد فبصير 120. هنا بنحسب 15 دقيقة فبنقطع على السبوت إذا في أبواب بتقطع يدمرها. That's the only way. أنت مستحيل لأن بشوف بعض المزارعين شو بيعملوا؟ بيعملوا حرق لبعض الأراضي اللي بيزرعوها، ولعوا نار على الأعشاب أو المنفى اللي بيزرعها، على أمل إنه يقضي على الهيئة الحرق. وفي الحقيقة ما بيقدرش لأنه حتى بعد ما تولى ما بوصل 120. عارفين؟ في كل الأحوال الآن في الانفايرمنت موجود أبواب بس أبواب بكميات قليلة موجود كمية 2.5 كانت بتقدر عليها. معظم السبور فورم بعضها فيو ار باثوجينيك فور بيبلز اند انيمالز وبعضها سبل فايتنج. موستلي ار سبل فايتنج. موستلي سبل فايتنج معناها انه ما بيسبب انفكشن او بيسبب امراض الا اذا كان عندك جزء منها على السطح. لكن قليل منها دي ار باثوجينيك. يعني مجرد ما تدخل بكميات قليلة بيسبب مرض. اوكي نبدا بالمجموعه الاولى اللي هم عباره عن جرام سبيسلايز فور فورمر بير باسنس اللي هي راح اركز على اثنين وفي سبيشيز كثير بس انا بركز على التو باسنس سيرلس وباسنس انفرايس. باسنس سيرلس هذا بينتقل عن طريق تناول الرز والميت وتمرين الرايس اند ميت. اكثر شيء الرايس الرز نحن ناكل رز كثير. لما يجينا رز من فيتنام او جنوب شرق اسيا من الهند او من هذول دغري وزاره الصحه بتاخذ عينات عشوائيه بتفحص. تفحصها من ايش؟ إن خلوها من هاي البكتيريا اللي بسلها السرس. بسلها السرس بيعمل فود بويزنينج عشان بيفرز شيء اسمه انتيرو توكسين اللي هو هذا. لازم احط لكم اي بكتيريا بتسبب تسمم غذائي فود بويزنينج تفرز شيء اسمه انتيرو توكسين. لازم صافيه كوكا سكوريا بيعمل فود بويزنينج بيفرز انتيرو توكسين. سلمونيلا بتعمل فود بويزنينج بتفرز انتيرو توكسين. السله السرس جرام بوزيتيف بس سلايس فور فورمر بيعمل فود بويزنينج بيفرز انتيرو توكسين. بس هاي البكتيريا سميتها قليله مش خطيره بمعنى اخر. يعني الجسم لحاله بيقضي عليها وبيمنع انه يعني يتكون. ولذلك ما يحتاج الى علاج، الشخص المصاب
اكل رز ملوث بسلس الرز صار عنده تسمم غذائي ما يحتاج الى انتيبايوتكس او علاج لانه هو لحاله بيروح. الاعراض بتظهر لفتره قصيره ساعه ساعتين بعد ما تروح. بيعمل فوميتنج دياريا واحد من اعراض الاصابه بالفود بويزنينج. طبعا هذا الشيء بيصير بعد خلال ساعه او 24 اورز من الاصابه بسلس الرز. واحد اكل رز ملوث بسلس الرز. بعد ساعه او بعد 24 ساعه بتظهر اعراض من الموت الغذائي لانه تسمم غذائي لكن لوحده بيروح. مايل ديزيز مرض خفيف ماهوش مرض قوي. ايش شكل خطوره على حياه الشخص؟ هذا المايل ديزيز اوكي تريدنج باي كونسرفتيفز يعني بيحتاج الى علاج. علاج الجسم هو نفسه بيقاوم المناعه بتفضل تنويفر. هذا ليش الخطورة فيه؟ بس إنه بيعمل فود بويزن. نيجي بكتيريا أخرى اسمها باسيلس سبتيلس. هاي مقارنة باللي قبلها اللي هي هذه. سمول أند شورت ثين باسيلاي. سمول حجمه صغير قصير ثين باسيلاي. طبعا هاي البكتيريا بتسبب أمراض وفي نفس الوقت يستخدم لتصنيع الانتيبايوتكس. يعني في هو واحد من مصادر انواع الناتشورال انتيبايوتكس. اوكي؟ البكتيريا هذه موتايل، الان نون كابسوليتد، ما فيها كبسول وموتايل تتحرك. اللي قبلها نون موتايل. بالمناسبة ما دام قلت موتايل معناها فيها فلاجولا. اللي قبلها ما ذكرت نون موتايل معناها نون موتايل في الشرق الاوسط، هذه موتايل. ولاحظوا ال كان اللوكيشن بسكورس رامي دائرية أنت في النهاية تيرمينت دائرية في النهاية زي ملعقة بتكون يعني خط دائري ملعقة خط طبعا هاي البكتيريا عبارة عن اوبورتونيست باثوجين. شو معنى اوبورتونيست؟ انه هو لما يدخل جسم الانسان ما دام مناطق شغال ما بيعمل ولا شيء صار نقص مناعة بتتحول باثوجين. اوبورتونيست يعني التهاز بدخل بلاقي الامور تمام ما بيعملش شيء بضل متفرج شاف نوع عندك مناطق ضعيفه بيقدر بيهجم وبيعمل نشاط بيستغل الظروف عشان بس اني اقعد تمام. طبعا معظم الامراض اللي بسببها او الفكشن بيعملها هي وود انفكشن هي الجروح اللي صار لها صار جرح وبيعمل انفكشن بيعمل سبسيز الانفنت مرض اسمه سبسيز الانفنت هذا بسبب العظام وبيصير الناس اللي ما عندهم نقص مناعه. اميونوكومبرمايزيشن، اميونوكومبرمايزيشن مقصود فيها مثلا شخص اخذ كورتيزون فتره طويله ممكن يتحول الى نقص كورتيزون الى نقص مناعه. كل حياته ستريس زي تقول له كل فتره امتحانات بتكون بتنام وبتدش تدرس بتكون اعمال ضغوط نفسيه اوكي؟ اذا تكررت اكثر من مره هذا يؤدي لنقص مناعه. الزوج مثلا اذا عنده مشاكل في البيت ومشاكل في الشغل ستريس كل مره يؤدي الى نقص المناعه. لدرجه انه في بعض الناس اذا صار عنده نقص المناعه بيصير دايركت الشخص هذا الموظف مشاكل مع مديره مع المسؤول تبعه او مع زوجته دغري بيظهر عنده نقص المناعه. في بعض بيظهر عندهم من نوع الحزام الناري فجاه بيطلع عنده حزام ناري. حزام ناري اللي عباره عن الشينجلز بسببه فايروس. هذا سببه انه كان في فايروس متخبي مستني صار عنده نقص مناعه بيطلع بسبب عنده حزام ناري. عارف الحزام الناري بيطلع هون؟ سامعين الحزام الناري صح؟ هذا سببه نقص مناعه، الشخص حصل حزام ناري ما عنده نقص مناعه. تمام؟ فهذا كمان بيستغل الاشخاص اللي ما عندهم نقص مناعه. بيعمل سبسز انفلونس وبيعمل وان انفلونس. الابواب تبع الباسيلس سبتيلس هاي يستخدم نشيك على الافشنسي اوف ستيلايزيشن. شو معنى افشنسي اوف ستيلايزيشن؟ بتعرف احنا بنستخدم الابر مواد تستخدم العمليات الجراحيه كلها معقمه. هي الديفايسز اللي هي زي التيوبز وهذه كلها داخل تحطوها جوا غلاف مسكر لانها معقمه. اوكي؟ بيستخدموا هاي المادة اللي هي أو الغاز هذا ثاني أكسيد تستيرلايز عشان نتأكد في عندها إكسبايري ديت عشان نتأكد إنه هذا الديفايس اللي لسه شغال
يصبش فيها contamination، بضيف عليها هاي الأبواب، استخدم أبواب بس بلس عشان أشيك متأكد إنه لسه still active، يعني ما صارش عن ما صار non sterilized، أوكي؟ عشان أشيك عن إنه sterilization efficiency إنه هذا العملية التعقيم متمكن منه أو لسه مستمر، يعني شغل فعال، بجرب استخدم هذا السبورت بس عشان أتأكد من هذا. تأكيد فاعلية إيثيلين أوكسايد as a sterilizer عملية معقم، استخدم أبواب تبع بسيطة بس تأكيد من هذا الكلام. كيف بعرف إذا صار إذا حطيت الأبواب وسترايزيشن تبع هذا الإيثيلين لما هذا بسيطة بس معناها أمور تمام، إذا ما دمره معناها ما في سترايزيشن ما في تعقيم. يعني بيستخدموا الجماعة اللي هم الشركات الطبية المصنعة للديفايسز ميديكال ديفايسز زي الإبر زي بعرف أشياء كثيرة بتصنعها وتستخدم في تصنيع المواد اللي هي معقمة بنسميها المجهزة معقمة باستخدام زي الأوكسايد عشان أكل شيء إنه هذا لسه فعال استراتيجية بلاجي تاني لسه فعال بستخدم أبواب تبع بس أوكي؟ في عندنا بعض سبيشيز هم النون باثوجينيك زي باسيلوس سبيرتوروم فيلوس هذا لأنه بيعيش في المياه الساخنة في المفيد يعني بينمو على درجة حرارة أكثر من 43 بس دي النون باثوجينيك. في عندنا سبيشيز من باسيلوس بريمبلس بتحمل الأيونايزنج اللي هو الراديشن يعني واحدة من الأشياء اللي عملتها مثلا طلعت الفيروسات بتحتاج البكتيريا في حمامات معينة مش عزلت البكتيريا بعدين عزلت الفيروسات اللي بتهاجم هاي البكتيريا بعدين اخذت هاي الفيروسات وعرضتها لليو في لايت هو الانترا فايروس لايت اللي هو النوع النازل راديشن. في قسم منها تقريبا 18 فيروس اللي طلعت ثلاثة أو أربعة منهم بتحمل الراديشن الراديو بيقدرش يدمره المفروض أي شيء بعد الإكس راي أو اليو في يتدمر هدول تحملوا اليو في لايت تقريبا لمدة 20-30 دقيقة يعني لما وصل 30 او 40 او 60 دقيقه اتدمر معناها هاي الكلبي is resistible يعني يتحمل الراديشن فتره زمنيه طويله شوي تمام ما تعتبر الجزء في بيقول اصلا 80 ساعه ساعتين ولا شيء ايش بس لما دام يتحمل ساعه ساعتين احنا بالنسبه لنا مهم جدا عرفت كيف؟ انه بيقاوم اليو في لايت هذول الاثنين انا بعتبرهم نباتوجينيك لما بدي اصاب الانسان الاخطر واحد هو هذا قاتل تذكروا ايام زمان ابو جزء ما وليتوش وقتها ايام حرب الخليج في واحد امريكي كان يبعث للنواب اللي كان بعدهم زي المغلف فيها بودره بيضاء بودره بيضاء مش معناها مخدرات بودره بيضاء طلعت فيها ابواب تبع هذا بس يسمى مرض أنتلاكس. أنتلاكس مقصود فيها جرعة خبيثة. طبعاً هذا بينتقل لثلاث طرق عن طريق الجروح، عن طريق استنشاق الأبواخ inhalation، وعن طريق ingestion تناول لحوم ويومتها بالسلاسل أنتلاكس. طبعاً اللي بيصير أكثر الناس الجروح هم الناس اللي بيشتغلوا في المسبح. يمسك الحيوان هذا اللي هو الخروف أو هذا المذكور يحطه على ظهره وعنده جرح هون فدغري إذا في باسيلس أنتلاكس تعمل انفكشن فبتظهر حبيبة المكان ليجن إذا الأبواب موجودة في الطبيعة باسترشاق فيؤدي وفاة عشان هو بيصنع الآن سلاح بيولوجي من هذا الباسيلس أنتلاكس سبب دخول الأمريكان والدول العالم كلها العراق من حرب الخليج إنه صدام سيء بيصنع سلاح بيولوجي من هذه البكتيريا ووجدوا مختبرات تحت البرد كان مسؤول عنها دكتورة عراقية وجدوا كان في بداياتهم للسلاح يعني بيجهزوا في المختبر بكثروا هاي البكتيريا وبيستخلصوا من الأبواب وبيصنعوا لها سلاح بيولوجي أي حدا بيستنشقه دغري بيموت قاتل فبيسمى البلمونري أنتلاكس اللي هو التهاب مجرى التنفس يؤدي إلى عدم قدرة التنفس والفرم والشرق اللي بيسببها هذه باسيلس أنتلاكس. لاحظوا هاي البكتيريا عبارة عن فقدت النيروس
يعني يحبذ النمو في غياب الاكسجين، لكن ينمو في وجود وغياب الاكسجين. شوفوا الاعراض اللي بيعملها في الانسان او الحيوان. كامل كونتينوس انثراكس لما يكون انفكشن بون انفكشن كونتينوس، يعني بيصير الجلد بيروح للرئتين عن طريق الانهيليشن، بيعمل هيموراجيك نمونيا، يعني زي نزيف في الرئتين يؤدي الوفاة. وبيعمل سيبسيما بيروح للدم، الدم باي انهيليشن هيموراجيك نمونيا، سيبسيما باي انهيليشن استنشاق الابواب، بيدمر الرئتين، بيعمل نزيف وبيهاجم كرة الدم الحمراء والبيضاء في الدم الدموي، ويروح بيعمل سيبسيما كريت انفكشن هاي فيتاليتي قاتل جدا، يعني قد الوفاة. وذلك يستخدم as biological war agent عشان في الأمريكان بيخافوا أي يعني داعش، عشان الكلام على كل الكلام الجماعات اللي بحكوا عنها إنه بيخافوا يصنعوا هاي الوفاة. إذا حسوا أي واحد بيصنع أو بيشتغل هاي الشغلة بيدمروه بيدمروه، لأنه بشكل خطور. عرفت كيف؟ اللي هو عبارة عن biological war agent. بالنسبة للحيوانات الأنيمالز هذا بس الأطلس موجود بعمل أنتسنا أنتراكس أكثر كل شيء، هو في طبق الحيوانات اللي بعمل عندهم أنتسنا أنتراكس بروح للأمعاء بيدمر الأمعاء تبع الحيوانات هاي فبيقدم بتموت. عشان معظم الحيوانات لما تأكل أي مكان منطقة فيها الأبواب تبع بس لسه أنتراكس دغري بتموت، كلها بتموت بدون أعراض، ما فيش مقدمات بمعنى آخر، فبتشوف الحيوانات ميتة خلص تموت. بالنسبة للعلاج حسب الإصابة، إذا كانت الكونتينوس أنتراكس نأخذ سكين ألسر، يعني سكين كالتشر بسميه أو وورد كالتشر. إذا كان نيمونيك أو سيبتسيميا، نيمونيك معناها بأخذ سبيوتا، إذا سيبتسيميا بأخذ بلود كالتشر، معناها بدي أعمل سبيوتا وبلود كالتشر مع بعض. جماعة يعني حسب طبيعة المرض أنا بحدد شو العينة لازم أخذها، ناخذها من هذا المدى عشان أنا بفحص وأتأكد من هاي البكتيريا موجودة ولا لا. بنعمل بلوت سبيوتم في حال اذا كان عنده هيموراجيك نمونيا او سيبتسيميا. اذا كان ون انفكشن نعمل له وورد كالتشر، ناخذ عينه من الوسكين انسر. اوكي، وين بنزرعهم هاي العينات؟ في البلوت اند شوكليت اجر، بلوت اند شوكليت اجر الميديا نزرعهم في الكالتشر، بنزرعها في البلوت هاي العينات نزرعها في الكالتشر في كل الاحوال بالمناسبة. في كل الأحوال إذا شخص عنده أنتراكس المنطقة مثلا زي نقول مثلا أي منطقة الصوت في أنتراكس، المنطقة هذه تتسكر ما حدا يدخل ولا يطلع، حتى الناس المصابين ما بيطلعوا. ليش؟ هاي المنطقة فيها أنتراكس، فبيحوطوا بيجوا جيش، حتى بيشلوا الشرطة الجيش بيحوط المنطقة كلها بيسكرها بيسيجها ويمنع دخول وخروج أي شخص. ليش؟ لأنه بينتشر بسرعة وهي منطقة خطيرة فيها أنتراكس، لغاية ما ينظفوا ويتأكدوا إنه ممكن يجربوا بيتها. تمام؟ فهذا بس. البكتيريا الأخرى اللي فيها صور أبواب هي الكلوستريديوم. الفرق بين الكلوستريديوم والباسيلس، الكلوستريديوم أنيروبيك ينمو في غياب الأكسجين، الباسيلس له القدرة ينمو في غياب ووجود الأكسجين. فما دام بينمو في وجود الاكسجين يعني روبيتاني وهو بسلس، يعني اذا طلع عندك جرام بوزيتيف بسلس 4-4 ولما زرعته طلع ايروبيكالي في وجود الاكسجين هذا بسلس، اذا زرعته انيروبيكالي طلع وما طلع في الايروبيك فهو كلوستريديوم، يعني نمى في غياب الاكسجين وما طلعش في وجود الاكسجين فهذا كلوستريديوم. كلوستريديوم اخطر من البسلس، قصة منها بيعمل غنغرين، تعرفون الغنغرين اللي في الباب العاج قتل لغاية الآن ما فيش علاج، ما في بقى رجع الإصابة بالغنغرين إنه رجع رجل هذا الشخص إلى زي ما كان، أو مكان إصابة بالغنغرين يرجع زي ما كان، مستحيل. الطريقة الوحيدة إنه يعمل بتر، ليش؟ لأنه منتشر زي السرطان. تمام؟ وفي منهم بيعمل فود بويزنينج حتى لما بعد شوي إذا هذا الشخص لم يعالج روح البروستيدوم، إذا لم يعالج حصة البروتينيزم، هذا يمكن نوع أنواع الفود بويزنينج وأخطر أنواع الفود بويزنينج. خلال 8 ساعات إذا الشخص ما أخذ العلاج يموت. وعشان إحنا كأطباء إذا واحد عنده فود بويزنينج بنعطيه أنتيبايوتيك على أساس هو عنده بروستيدوم حتى لو ما عندوش.
لانه لو عنده هاي قضت عليه وانتهينا. عرفتوا كيف؟ لانه هذا بده 8 ساعات، اذا ما اعطيتش 8 ساعات بيموت. عرفتوا؟ احنا دائما بنخاف من فود بويزن اللي هو عنده كروستين. فبنعطي هذا الانتباهات على اساس انه لو عنده كروستين هاي بده عليه وانتهينا من الموضوع، انقض حياته. تمام؟ البقية اللي هو زي بس بس بيعمل فوت بوزنج بس انه مش سام زي هذا البروستين احتمال. طيب جماعة البروستين كلهم انيروبيك يعملوا فيها اكسجين. ما دام بيعمل فوت بوزنج قسم منها معناه بيبس انتيروتوكسيك. وهذا الكلام احنا متفقين مع بعض، اي بكتيريا بتسبب فوت بوزنج معناه بيبس انتيروتوكسيك. بالاضافة الى انه هذول جماعة البروستين مش بس بيبس انتيروتوكسيك كمان بيفرزوا شيء اسمه اكسوتوكسيس. الاكسوتوكسيس موجود على شكلتين، يا يعني اما مواد سامه او انزيمات بفرز انزيمات او مواد سامه توكسيس. اي بكتيريا بتفرز اكسو انتيروتوكسيس يكون هاي فيتنت يعني قاتل اي خطوط ويداوت تريتمنت. هذا الشخص يخش العلاج بسرعه. اول واحد تتكلم عليه اخطر واحد بروسيل التيتانيوم. بتقول احنا عندنا كنا اخذنا الدي بي تي، الدي هو الدفتيريا اللي كان عم يقول بكتيريا الدفتيري، التي لهذا بروسيل. عارفين الناس اللي صاروا بالصرخ هذا اللي بيكون بينزل على الارض بيصير انه المواد بتطلع من تيم وعيون بتتحول صرخ. تمام؟ بعض الناس بيصير عندهم صرع مش لانه وراثي، في ناس عندهم صرع وراثي العين موجود. الصرع مرات بيكون سببها هاي البكتيريا بروسيل تيتانيوم. يهاجم سباينال كورد يدمرها، يدمر الدماغ، بصير الشخص هذا عنده صرع. هنا مش المشكلة، المشكلة انه هو بصير الاطفال حديثي الولادة. لما يولد الجنين عشان بسميها نيونيتال، هذه نيونيتال تيتانوس. لما يصير الجنين، الجنين بولد كانه عنده يعني جسمه مش مستقيم زي ملتوي زي اللي عنده صرخ. والطفل هذا بيموت مباشرة. عشان هيك وزارة الصحة العالمية أجبرت كل الأطفال اللي بيولدوا إجباري في كل دول العالم إنه الدي بي تي هذا لازم يخلق كل طفل لازم في الشهر الثاني والرابع والسادس. واحدة من الوجود في تقريبا المجتمع الدي بي تي هذا التي والتيتانوس هي الدي بي تي. لأنه أكثر شيء بيصير حديثي الولادة. فبيسبب عندهم هذا النيوتر تدمس. فلاحظوا هذا المنتج في الدول النامية. السبب هو فينا في الأسيتي تكنيك ديون ديليبرت بيبيس. الأسيتي تكنيك يعني لما زي الآن في غزة عن زي تشرب على عينهم ما فيش تعقيم ولا في أي شيء. تلاحظوا يعني بأي واحد مصاب بيجيبوه بيحطوه على الأرض ما فيش تعقيم، عم بيعمل عمليات بدون ما يعقم. ما عندهم المية وسخة، الأجهزة ما فيش شيء يعاقبوا فيه. وما حدا بيستخدموا كل شيء موجود عندهم غير معقم لعلاج الجرحى وجرح الإصابات اللي موجودة عندهم. وما حدا الأمور قاعدة تتطور أسوأ من الشيء، الناس المصابين حتى اللي أنقذوا حياتهم الجروح اللي عندها غير معقمة تتطور بتتحول غير غريبة. السبت التكنيك عدم استخدام أسلوب يعني استرايزيشن يعني ما في تعقيم. ففي بعض الناس في المناطق النائيه المراه تولد بدون تعقيم فيؤدي الى انه البيبي يولد وعنده مصاب بالبروسيمتوتينايد. فيؤدي عدم نتيجه عدم استخدام السبتيك تكنيك او استرايزيشن تعقيم. فيؤدي انه تدمير امبيليكال ستام فيؤدي مصاب زي الصرع جسمه كله ملتوي كان عنده صرع وفي النهايه بيموت. تفهم هاي بسميها نيونيتال تيتانوس وسببها كولستيدل تيتانوس. طبعا هو is highly fatal disease. At the moment is eradicated. تم القضاء عليها تماما. ليش؟ لأن كل الأطفال أخذوا المطعم. الآن غزة الله يعين لأن ما فيش مطاعم ومن أولادها بيموتوا. ليش؟ لأن ما فيش مطعم. وما بيصير مؤسسة التكنيك في العملية الأولى. خطورة هذا إنه يفرز المادة اسمها تيتانوس توكسيك. أو يسمى بالتيتانوس فازمين. التيتانوس فازمين هو نفسه التيتانوس توكسين. بس ما تسمى. كعلاج بعطي أنتي توكسين بعدين بعطي أنتي بايت. أوقف هذه المادة السامة وبعدين
رائع أقطع نفسي باستخدام الأنتيبيوتكس، بس ما بقى أضيع على الوقت معها. طبعاً فايتة، نحن نقاتل. أوكي؟ طبعاً الأشخاص اللي هم عندهم هذا القسم مثلنا ممكن نعمل معهم سيرجيكال ديبريدمنت. ليش بعمل سيرجيكال ديبريدمنت؟ يعني زي عملية تجميل. أوكي؟ لأنه بتعمل تدبير للجلد. يدمرها. فدائماً تشوهات مع الآخر. الفورم القسم يسموها. أوكي؟ شوفوا شو بيعمل هذا لما بدخل The organism multiply locally and symptoms appear remote from the infection site حسب مكان الإصابة. أوكي؟ الإصابات اللي بيصاب فيها الجزم التتناهي اللي صاب فيها الرساء قد يكون localized infection. localized يعني موضعي مكان واحد. قد يكون on the surface على سطح الجلد خارجي ومو بيكون deep in the tissue يدخل لجوه. أنا كنت أشوف في ناس مثلا بيشتغلوا في البناء أو واحد مثلا بيمشي ورجله حافي مثلا طفل بيمشي ورجله حافي بضرب في قطعة حديد مسطحة أو العمال بيشتغلوا في البناء هذول لما بينجرحوا بيجوا على الصيدلية بده يعني مطاعم مش عارف ايش ما بينفع لازم يروح ياخذ إبرة كزاز اسمه ياخذ إبرة اللي هي ضد اللي هي اللي هي على أساس ما يصيرش عنده غنغرينة كيف الجرح اللي عنده هذا لازم التعقيم ما بيكفي لازم ياخذ إبرة اللي هو اللي بسموها إبرة الكزاز بالعربية اللي هي ضد الإصابة بالغنغرينة السبب هذا اللي هو الكروستيجو سببها تمام فهذا في ثلاث طرق للإنفكشن يا إما يكون لوكلايز إنفكشن يعني موضعي سيرفس على السطح أو داخلي بدخل لجوه طبعا خطوط إذا دخل لجوه ديب تيشوز فيؤدي إنه هذا الشخص لما تشوف ناس كبار فيش أقل عنده صار ليش؟ مش موجود عنده في العين بترجع للأسر ما في عنده صار في العين الأسر بروسيد إنتي تنين الأسر إنتي أعراضه معروفة زي الصار أبدا ما فيهاش بسباين الكورد عارفين سباين الكورد العصب الموجود في الخلف هون في الرأس يدمرها ليش؟ لأنه بفرز هذا التيتنس توكسين وهو عبارة هذه المادة عبارة عن نيوروتوكسين يعني تهاجم الدماغ بتدمر الدماغ فيؤدي ان الشخص هذا يصير عنده زي الصرع والطفل لما يولد ويصاب بوسم تيتناي الطفل ابدا كان عنده صرع من اوله بنحاول نعالجه بنعطي انتيتوكسين هذا بنحاول نعالجه بس معظمه بيموت عشان هيك كاتب لك هون انه هذه البكتيريا هايلي فيتال ديسيز يعني قاتل عشان اجباري انه كل طفل يولد انه ياخذ المطعوم هو الدي بي تي اجباري وانا حيصاب هاي البكتيريا بتصير طريقه العلاج اللي صار بروزنتينا لما نعمل سيرجيكال ديبريدمنت انه اللي بنحصل كان هو لوكلايزد او سيرفس عمليه تجميل عمليه جراحيه تجميل او انه انا بعطيه انتي بايوتكس اوكي مثلا زي البنسلين لندمايسين ميتروميدازول انا بركز على هذا تذكروا الحكومه ميتروميدازول مختلف عن انتي بايوتكس قلت لكم احنا اكثر استخداما ضد انيروبيك بكتيريا ضد غياب الاكسجين هو ميتروميدازول اوكي او البكتيريا هم ريزيستنت تو اميوبلاكسات طبعا هذه البكتيريا ريزيستنت لمجموعه من الانتي بايوتكس اميوبلاكسات اوكي في نفس الوقت بعطيه انتي تانيك سيرم يعني انتي توكسين وفي له فاكسين هذا بلس توكسين له فاكسين اللي هو الدي بي تي تي هو التيتنس هو هذا له فاكسين نعم ازاز نفسه الدي بي تي اوكي ازاز هو نفسه التيتنس فعليا عرفتوا كيف؟ بالنسبه للعلاج مثلا شخص صار بيروح شو نعمل شو العينه؟ إذا كنتروس دي سي كنتروس انفكشن معناها جلدي معناها باخذ عين من المكان اللي صار كل موجودة باخذها الحين عبارة دامج تشوف ناخذها من هاي العينة وناخذها طبعا حتقول لي هاي البكتيريا بتقول لي انيروبيك طب هذا كيف بدخل لجسم الانسان كيف موجودة على الجلد بدون كولايزد تسألني هذا السؤال إذا كان لوكولايز على السطح أو السيرفس معناها معرض للأكسجين فبيموت بيقدرش يعيش في هذا الوسط صح؟ localized لما يكون موجود على سطح الجلد وفي هواء اكسجين هو انا بتلقى البكتيريا انيروبيك بتنمو في اماكن خاليه من الاكسجين الجلد مليان نورمال فلورا بكتيريا
على جنب الغرب مليان مربع فراغات وبدخل بينهم. عارفين زي الملاعب لما يكون في ناس متفرجين او مشجعين يكون عددهم كبير بصير تدافع. الناس اللي الصغار او الاطفال الصغار او النساء او حتى الرجال الضعاف اللي يكونوا في النص ايش بيحصل؟ يموت بالتزاحم. هاي المنطقه اللي فيها اكسجين بطل فيها اكسجين، فهم شو بيعمل هاي البكتيريا؟ بروح الاماكن اللي فيش فيها اكسجين. كيف؟ انه بيختفي بين النورمال فلورا بكتيريا. بروح لمنطقه ما فيش فيها اكسجين. واذا دخل جسم لا سمح الله بروح للانسجه اللي ما فيها اكسجين. تمام؟ لانه هو اداره البكتيريا اللي المفروض غياب الاكسجين. كرسنتي تنايش الأخرى فيها اللي هو إنه هو كاتب هون شايفين هون زي الملعقة، يعني هاي يوتر من الوجود هون، بس إذا تلاحظوا هون إنه هو منتفخ هون شايفين؟ يعني تكبر الحجم. أوكي؟ قلت لكم أنا في البسلس بس السبس إنه الأبواب بعدها تيرمينال دائرية، بس دائرية ما بيعمل انتفاخ زي كده، يعني ما بخرج لبرا، يعني هو خط كامل إيه يعني زي إيه خط كامل. هاي إذا كان هي بسميها بس السبس اللي مو في وجود أكسجين. إذا كان على شكل ملعقة زي شايفين كبيرة شوي من فوق من خارج لبرا بيكون سنتيتر تنمو فيها أكسجين إنيروبي. واضحة؟ في نوع آخر من السبيل اسمه كروسين بيرفرنجيز، هي عبارة عن جرام نيجدي بس هذا حجم أصغر من كروسين تيتمان، وفيها أبواب. الأبواب هي الموجودة بهذا الشكل هون الفراغ هون مرات بشوفها هون الزبدة فيها زي نقطة بتكون هيك كروسين بيرفرنجيز عبارة عن جرام كروسين بس طيب نتكلم عن other species من البروسيدين اللي فيها خطورة بسبب أمراض. معظم البقية species خطورتها هي بتفرز exotoxins وبتفرز enterotoxin. Okay. produce toxins زي enterotoxin اللي هو سبب food poisoning. بتفرز enzymes زي uraginase, uridase, alpha toxin. Okay. هاي بسبب أمراض. Okay. وبيعمل contamination deep worms، يعني إذا سمح الله صار جرح إذا ما عقمته ونظفته فأنت معرض لإصابة البروستيدين وممكن يتطور إلى غنغرينا هذه مصيبة. أوكي؟ عشان إحنا دائما أي شخص يجرح في عمال البناء أو حدا ضرب رجله في شيء علب تصديرية مصدية مثلا أو شيء دغري راح ياخذ إبرة كزاز مثلا اللي ضد التيتنس، ياخذ المطعم ضد التيتنس لوحده مش دي بي تي مع بعض وانا من التي التيتونس. اوكي؟ عشان ما يصيرش عنده غمره يعني. اما التعقيم وهذا ما بفهمه. وكمان هاي التوكسينز والانزيمات بيعمل الخلايا اللي بتكون بكتيريميك يعني بتروح للدم. اوكي؟ وبيسبب غاز ممبرين، هذا اللي احنا بنخبره. يبقى بيعمل غاز ممبرين، نتيجه افراز اكسوتوكسينز. الجماعه اللي عندهم غمرين شو اللي بيصير؟ انه البكتيريا هذه البروستيد تدخل لجوه الجلد التشوز ديب وتروح تختفي لما ما فيش فيها اكسجين، تتكاثر بكميات كبيره، تنتج سائل اسود. تخيل اللون الاسود انه كنت طبقه الجلد من فوق عادي ومن تحتها في سائل اسود، وله رائحه كريهه. هذا السائل الاسود هو الغنغرين. بعد اللون الاسود، شوف كان في لون اسود. واكثر الناس عرضه لهذا الكلام أو الأكثر إصابة بشوفها عند الناس اللي عندهم السكر. يعني بعرف شخص رجليه اثنين بتضرب البتر اللي عنده بسبب عنده جرح، ولما يصير جرح عنده ما بيرتاح. بياخذ أدوية السكر اللي ما بيعملش تخطر للدم بسرعة. فهذول الناس كمان مناعة ضعيفة عندهم يؤدي الإصابة بالبروسيدين سبيشيز فيؤدي إلى تشكل غنغرينا. غنغرينا لا ما فيش علاج، ما بنقدر نقطعها، ولا بنقدر نرجعه زي ما كان. البتر ابدا نقطعها عشان ما ينتشر، لما ينتشر بيطلع الشخص هذا بيموت زي السرطان ينتشر. اوكي؟ وبيعمل مايو نكروسيس لايكز اللي هي امراض جلديه بنسميها. الجلد بيصير منه اسود. اوكي؟
السيلولايتس اللي هي الجلد بيصير دامج على درجات. كل هذا اللي عم بيفرز توكسينز وبيفرز انزيمز. كولاجينيز ما بيدفق كولاجين. هيرونيديز ما بيدمر هيرونيديك اسيد. الفا توكسينز ما بيدمر كولاجين حمراء. او بيدمر كولاجين بيضاء. يعني هاي خطورة جمعات الكوليسترول فيها خطورة كثير قاتلة في نفس الوقت. اوكي. بالنسبة للعلاج بجماعة الـ other species من الكروسيديا أكثر شيء هي surgical debridement خاصة إذا كان عنده myelocrosis cellulitis. واحد عنده تشوهات في الجلد سببها هاي البكتيريا الكروسيديا فعلاجه يعمل تجويف. في أطباء تخصصهم تجويف فقط. فبينظفوا بيعملوا خريطتهم اللي بيعرفوا معها. تمام؟ استخدام amputation اللي هي الأنتي توكسين استخدم antibiotics. ضغط الحيوان عشان نبدا على هاي البكتيريا. Other species ما في له فاكسين، الوحيد له فاكسين هو بروسيتيتون، هذا لازم تذكره. جماعة الباسيلس ولا واحد له فاكسين. ما عدا باسيلس انفلانس. أنا بذكر أيام حرب الخليج كان زميلي اللي في أمريكا أو في أوروبا حتى، لأن الجيش الأمريكي انتقل من أمريكا لأوروبا، كانوا حاطينه في الفنادق. اللي كان يوقفون طوابير ياخذوا مطعم ضد الانفلانس ضد الجمع الخبيثة انتي توكسين ياخذوا فاكسين ضد انتي انفلانس على اساس انه صدام حسين عنده انفلانس انه عنده هاي الابواخ فاذا رماها ما يصاب اوكي فكان ماخذين المطعم هذا فمعناها باسيلس انفلانس له مطعم كروستريدم له مطعم وحيد في الباسيلس سبيش كروستريدم سبيشز الوحيد له مطعم هو كروستريدم تيتنان بقية ما لهمش مطاعم. تمام؟ إذا other species غير كروسين تيتنان ما عندهم فاكسين، no preventive vaccine. The common cause للother species هو كثير من يصير food poisoning نتيجة افراز الدروتوكسين، أكثرية بيعملوا food poisoning نتيجة افراز الدروتوكسين، incubation period تبعتها 6-24 hours حتى يسبب الفود poisoning وبيعمل water diarrhea. النقطة المهمة جدا من بعد من فيه عادة أي شخص عنده في تسمم غذائي لازم يكون vomiting diarrhea وفيه هذا ما بعمل فيه إنه فيه بس فيه water diarrhea زي إسعاف بس ما في حرارة ما في ارتفاع في الحرارة وإذا لم يعالج بالموت بصير shock and death لأنه water diarrhea هذا مع الإنسان بكمية كويسة عنده dehydration جفاف الشوك عندك خاصة الأطفال. لابد ديجنوستس العلاج هذا التقى الطبيب بتحدد حسب طلع بعمل إذا كان food poisoning معناها stool infection. Stool catching يعني زراعة البراز عشان نقول food poisoning. إذا كان مرض جلدي تأخذ من اللي هو wound catching. حسب طبيعة المرض الموجود في الدم معناها باخذ blood catching. تطلب من التعبير blood catching عشان نعرف شو كثير الدم. إذا عنده مينينجايتس بستخدم أسيتيك أو أسبايرت فلويد اللي هو سي اس اف. حسب طبيعة المرض اللي قدامي، إذا بصير جهاز تنفسي سبيوتم، إذا الدماغ سي اس اف، إذا في الدم فلويد تنشن. تمام؟ هذه العينة اللي شايفينها هون عبارة عن ميكست بكتيريا، أكثر من بكتيريا. في جرام بوزيتيف نون سبور فورمال وفي عندنا جرام بوزيتيف بس الماي بس السبور فورمال هاي الأبواب موجودة اوكي هاي الأبواب موجودة لكن هذا ما فيهاش أبواب فعشان بس عندنا ميكس يعني حتى من بينهم البكتيريا فيها أبواب كيف بعرف البكتيريا فيها أبواب زي هذا هاي فيها أبواب هاي فيها أبواب اوكي هاي فيها أبواب هاي فيها أبواب عبارة عن سبورز جراند سليب سبورز الآن حتتكلم عن تو بكتيريا اللي هم خطران أو ثلاثة حتتكلم عليهم اللي هم غير كروسين تيتنان بس هدول ما لهمش فاكسين الوحيد اللي فاكسين كروسين تيتنان نيجي لهذا بس بوترين بوترين اللي يسبب فود بويزنينج مرض اسمه بوتريزم هذا هو اللي أنا بحكي عنه اللي إذا ما تعالج الشخص إلى 8 ساعات بيموت لما يجيني واحد عنده فود بويزنينج أنا بتوقع عنده كروسين بوترين اللي هو هذا حتى لو ما عندوش هاي البكتيريا، بتوقع انه عنده هاي، دغري بعطيه انتي بايوتيك.
يعني خلال 8 ساعات أو 6 ساعات إذا ما حدش خاصة الأطفال بيموت قاتل. هذا أشرس واحد يعني أخطر واحد. استغفركم بس هو ليش بيعمل فود بويزنج؟ بس لا يشكل الخطر على حياة الشخص هذا. السلس بيعمل فود بويزنج بس لا يشكل الخطر على حياة الشخص هذا. لكن البروستيت بوتيلينوم لا ما بستناه. طبعا هذا بسبب مرض اسمه بوتيلينوم الشغل الأخر اللي هو خطورة البروفيس انتوتوكسيكيشن هو بروفيس بروفيس التوكسين اللي هو هذا بروفيس التوكسين. شو بعمل؟ هذا التوكسين اللي بروفيس هاي البكتيريا بريفنت ذا ريليز اوف أسيتايل كولاين اوف واتر ان اير اند اير. عارف شو معنى أسيتايل كولاين؟ أخذتوها من هيك؟ اللي هي من العصب لعصب عشان العضلات تلقى بالتوب بسيط صح؟ هذا التوكسين تبعه لما يدفع ضيق انه هو بيعمل فود بويزنج زي البوتيلزم بيمنع الاسبيرم من تشتغل فيؤدي الى الشوك اند ديث وبيعمل ووتر دياريا بس نو فيفر ما لهوش فاكسين. شوف الاعراض بتظهر بيجيك المريض عنده كوليسترول وحده اذا كان يعني متاكد انه عنده هاي الاعراض انه الاعراض تظهر بعد 18 30 ساعه من الاصابه بالبوتيلزم after the toxin ingestion تظهر عنده أعراض اللي هي weakness, ضعف, dizziness, غثيان, dryness, نشفان في الماوث, nausea وبدأ عنده neurological future يعني اللي يشد في الدماغ يعني مش مركز okay. blurred vision يعني ما النظر معتم ما بيشوفش بطل يشوف weakness of skeletal muscles العضلات كلها بترتخي بصير عندي هو ريسبيرت بالانس مش قادر يتنفس بسبب زي سهل الاخير. هاي الاعراض اللي شفت عند المريض قدامي وشفت عند روح ما بيت ما عنده بس تفضل. دكتور صح هاي بسببها العسل للاطفال؟ ايه العسل لما يقولوا انفنس صح هاي بسببها المرض؟ تسبب هاي المرض؟ العسل مرة قرأت عنه العسل الشباب ولا الناس؟ لا البنيات الصغار بيعملوا هذا في الأطفال هذول؟ لا الأطفال الصغار لما يكون عمرهم أشهر إذا أكل عسل بصير عندهم بوتيلزم. هذا أول مرة أسمع. عملت عنه ما شفت أنا كنت بقول إن شاء الله أشتري من الموضوع تمام. إذا ظهرت هاي الأعراض دغري بيعمل إنهيبيشن دالنيز والنيورو ترانسميترز أسيتايلكولين نو فيفر ما في حرارة. هاي الأعراض بتظهر عند هذا المريض نتيجة سيرفس أوكي. فإذا لم يعالج بصير الشوك وفاة مباشرة خلال 8 ساعات. بالنسبة للدايجنوست لهذا البكتيريا بنعمل إنه ما بنعمل الدايجنوست لأنه أنت كطبيب مريض قدامك عند بروسكوت عند البوتيلزم أعراض البوتيلزم اللي هي ذكرتها هون هذا دور التطبيق ما بتستنى عليه. عرفت كيف؟ ما بستنى عليه. معظم الناس اللي عندهم فود بويزن يكون عندهم دياريا فوميتنج فيفر عادي اوكي. لكن لما يكون عنده ووتر دياريا وما في فيفر وعنده كل هاي الاعراض اللي ذكرتها هون احتمال كبير انه الدور لازم تطبيق علاج ما تستنى. ما بعمل له دايجنوستس يعني ما بعمل عينته للنقطه دغري بعمل له علاج بعطيه انتبه انتي توكسين اول شيء انتي توكسين بعدين اعطي انتي توكسين اوكي. ليش بعطي انتي توكسين؟ عشان اوقف الدوائر البوتيلين التوكسين الماده السامه هذه اوقفها تمام. هل بنعمل توكسين ديتكشن زي ما عملنا في الكوليسترول زي ما عملنا في كوري بكتيريا ديفتري مش الك تيست بيعملنا اللي هو عشان نشوف التوكسين برودكشن اول واحد حكيت عنه اوكي. هنا ما بنعمل عليه كمبيوتر تتاكد انه في توكسين ولا طبعا هاي البكتيريا مش بحاجه الاوريدي هو مصاب فلازم اعالجه قبل ما يموت 3 ساعات. يعني من الحالات المرضيه بهذا الاصابه بهذا اكثر شيء يعني العلاج مباشر ما بعملوش دايجنوستس. السؤال اللي سيرت اسمه ده عاده ما بلاش ولا بطول فترة فور اكزامبل اسبوع كامل ما في ولا طول يعني شرط نفس التوتر
هاي الأعراض شوف هاي الأعراض اللي هون أنت لما تسمي المريض المجيء للطوارئ شو عندك يا عمي شو عندك هذا الشخص المصاب يقول لك عندي كذا 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 وتطلع الفيزيكال الإكزام شو كله بيبين هاي الأشياء دوما لما تعرف هاي الأعراض حسب معلومات الكمبيوتر إنه هذه الأعراض هي بس في الوسط يعني كل مع بعض مجرد إذا حسيت إنه هو عبارة عن بوتريزم معناه دغري بخبر المدير المسؤول أو الشخص المسؤول في المستشفى بخبر وزارة الصحة وزارة الصحة بدوروا الأكل اللي أكله هذا الشخص من مصدر هاي لأن عادة اللي صار هذا البوتريزم بيصير مش شخص واحد بيجي 30 على هاي شخص دفعة واحدة معناه أكل إشي فيها ملوث هاي البكتيريا عرفت كيف مش شخص واحد أنا كنت عايش لحالي في البيت طيب تاكل نفس الأكل بدون ما تصح عرفت كيف؟ فهو مصدر وهذا أكثر شيء قدام يشوف كانت فود الأغذية اللي مخزنة وين الميت والفيش والبيز الموجودة المعلبات إحنا نستخدم يعني كثير كنا عندنا في البيت نستخدم معلبات حمص وكمان مش عارف إيش أو الأكل الموجود في المعلبات هذه بتخرب إلى إكسبايري ديت في بعض الناس بيوفر فلوس مش ضيعها وراح يفتح حياته بدهش يشتري فبيكون حتى لو قصار بصير يكون قصار هي البكتيريا البكتيريا الاخرى اللي هذا اسمها بروتين ديفيس هذا كمان بيعمل فود بويزنينغ بس ايش مشكلته هذا في طريقتين بيعمل فود بويزنينغ طبعا هو موجود في الكراز وفي ادلتس اسكاريا وهذه البكتيريا بتنقص تو توكسنز مادتين سمان تو توكسنز في عندنا توكسن A وتوكسن B توكسن B هو عبارة عن انتر توكسن ما بيعمل فود بويزن توكسن B هذا اكستريملي ليثال هو قاتل الشخص مات بصير بروزن ديفيسيت مات معناها انه سببها توكسن B مش توكسن A توكسن A هذا بيعمل فود بويزن اللي هو عبارة عن انتر توكسن الشخص هذا مات ليش؟ لأنه أفرز توكسن B توكسن بي بيدمر اكستريملي ليثال قاتل جدا لانه سايتوباتيك يعني بيدمر قدم بيضاء بيدمرها في البيت بيؤدي لوفاة الشخص يعني خطورته هذا في التوكسن بي مش في التوكسن اي اللي هو اكثر توكسن فيؤدي للوفاة اوكي الان شو بيعمل هذا؟ هذا بيعمل مرض اسمه بسيدوممبرينس كولايتس المرض اللي بيسببها بسميها بسيدوممبرينس كولايتس اوكي وبيعمل بلادي دايان بنزل البراز وفيها دم كان عنده نزيف في الشخص بلادي دايان هي معنى نزيف معنى شوك اند ديث شوك اند ديث سببها اللي يؤدي هذا التوكسين السبب عنده بلادي دايان عنده دايان هي هو توكسين A سبب الشوك والديث الوفاة هو التوكسين اثنين بيشتغل مع بعض هذا على شيء بعتبرها بكتيريا خطيرة جدا اوكي الطريقة الأخرى اللي هو بيسبب فيها ضياع هي هاي البكتيريا اللي هو الناس اللي بيستخدموا بعض الأنتيبيوتكس مثلا الشخص هذا تناول نيكوميسين كليندوميسين أسبرازين بعض الناس بيروح الصيدلية بيقول له أعطيني كليندوميسين 500 أنتيبيوتك وباخذها هذا يصاب بهذا البروسين ديفيسيت وبصير عنده أنتيبيوتك أسوسيشن ضياعية فأنا شو بعمل على الشخص اللي عنده البروسين إنه هذه الأدوية لازم يوقفها لازم بطل يستخدمها والا فهو معرض لسبب بروسين ديفيسيت وبيصير عنده التوكسين A وتوكسين B فيصير وفاة فاذا سبب الضياع هو تناول اغذيه ملوثه بالبروسين ديفيسيت فهذه بتفرز توكسين A لو عباره عن التوكسين فبيصير فود بويزنينغ في بعض الوقت بيفرز توكسين B اللي بدمر الغدد البيضاء هو هاي اكستريملي ليثال قاتل فيؤدي الوفاة الطريقة الأخرى لبعض الناس بتصاب بروسين ديفيسيت نتيجة سوء استخدام أنتيبيوتكس بعض الأنتيبيوتكس زي مين؟ يعني بياخذ نيكوميسين كليندوميسين سيفالوسبورين فيؤدي لإصابة شيء اسمه أنتيبيوتك أسوسييتد دايريا أنا هدول الثلاثة ما بعطيها أوكي؟ عشان هو كاتب هون إنه وقف هدول الثلاث وأعطيه إيش؟ فانكوميسين هذا بيخدع على بروسين ديفيسيت ورغم ذلك احنا في الوقت الحالي نجد البروسين ديفيسيت بيكام ريزيستنت بعض السترينز بيكام ريزيستنت
بيحصل سنسيتيف بعطيها للمريض ما عندي مشكله. تمام؟ هذا بالنسبه للتريتمنت اللي استوعبت انتبهت له، بس استوعبت وقف النيكوميسين اللي باخذها او الكليدامايسين او السيفاكسين اللي باخذ اي واحد من هذول الثلاثه لازم اوقفها وياخذ بدالهم فاكوميسين كعلاج. بعض الاطباء المشكله بيجي مريض عنده بلسنتس بروح بيعطيه كليندامايسين حتى لو طلع سنسيتيف بروح بيعطيه يعني. فبيعمل له هاي المشكله بيزود الامور اسوء. المفروض هذول الثلاثه ما يعطيه يعني. حتى لو طلعوا سنسيتيف ما يعطيه لا ليكوميسين ولا كليندامايسين ولا سيفاكسفولين. وتعرفين هذول الثلاثه تقريبا فيها بيتا لاكتامرين بيتا لاكتامرين فهذول معناها كونسنتريتد بيفرز بيتا لاكتاميز بيدمر الحلقة هذه اللي كنا عبيتها بعد ما بدأنا. فأفضل شيء تعطيه فاكوميسين تطلع بيها. بالنسبة لمرضي دياجنوسيس هو إيدنتيفيكيشن أوف ذا توكسينز إن ذا سبورز بس ناخذ عينة البراز ونشوف إذا فيها توكسينز تبع البكتيريا ولا لا. لو توكسين إيه وتوكسين بي نعمل إيدنتيفيكيشن موجودين ولا لا. إذا موجودين معناها هو بيسموه توكسين. تمام؟ أعتقد بس هذا المهم. أي سؤال؟ ناخذ 10 دقائق بريك وبعدين نرجع ان شاء الله.